ألف من ذكر الله الوهاب الفرد الصمد من ذكر الله وألف صلى الله على أحمد لقبلت أحلى الصبايا أقبلت العروس وكنا الأرض ما فيها أحد وحدها تمشي وتكتب للفرح أجمل استديوهات ألف من ذكر الله الوهاب الفرد الصمد وألف صلى الله على أحمد لقبلت أحلى الصبايا أقبلت العروس وكنا الأرض ما فيها أحد وحدها تمشي وتكتب للفرح أجمل رواية سبعة ثمانية ستة ستة تسعة
سبع ثمان ضعنا بين الورد وبينك ضعنا بين الورد وبينك يا بنت عمري يا فرح روحي وهنا من فرحها ومن غلاها والله يا عليا الليلة ليلة صفر خمسة سبعة ثمانية ستة تحتك وسمشي يا عليا اتنادي باسمك يا عسى ما يغيب روحك يا عيوني وروح أمي انت منا وهو منك كيف ما نفرح وفرح فرحة الدنيا واهلها التهاني والسعادة انت بالدنيا املها نجمة الليل اللي ضوت عكس نورك وحسن والله يا علي انت منا وهو منك كيف ما نفرح وفرحك فرحة الدنيا واهلها التهاني والسعادة انت بالدنيا املها انت بالدنيا املها يا فرح روحي من فرحها ومن غلاها
ثمانية تحت الكون نمشي حياتك يا عسى عمرك سعادة وتحققي أمنياتي أدعي الله في صلاتي يحفظك يا نور عيني انت بنتي وكل حياتي يا هنا وفرحة سنيني آه يا علي ألف مبروك وفالك الفرحة بحياتي صفر خمسة وعمري باللي فيني سبعة.